فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. النصر حلو قوي والمكسب حلو قوي. فريق النادي الاهلي هو مصدر السعاده للكره المصريه، مش عاوز اقول للرياضه المصريه، ان في نجوم كتيره جدا اسعدت الشعب المصري، لكن النادي الاهلي اللي بيحققه على مستوى القاره الافريقيه ده اعجاز وانجاز. احنا وعدنا الجماهير وقلنا ان شاء الرحمن اللي جاي، ولسه انا بقول لكم ولسه، لان كله بيعمل في منظومه وكله بيعمل بجد، كله بيحب الفانيلا الحمراء، كله بيعمل في صالح الجماهير كلها. انا لما اجي اتكلم واقول النادي الاهلي حقق العشره، هي العشره القاضيه؟ اه هي القاضيه. شفتوا اللعيبه قد ايه، وقلناها في الحلقات اللي فاتت قبل كده، لعيبه لاعبين ومجلس الاداره والجهاز الفني ابطال بمعنى الكلمه. انا بتكلم حدث ولا حرج، محدش يقول لي اصل انت ايه اللي بتقوله دوت او ايه اللي بتتكلم فيه ده، لا انا بقول لكم فعلا. لما اجي اتكلم بدايه من مجلس الاداره، انا هتكلم على زميل الكفاح في الملاعب الكابتن محمود الخطيب بيبو، تفرغ تماما للفرقه، وقد ايه وجوده مأثر على الفرقه، وجوده مأثر على البطولات، وجوده مدي ثقه للاعبين ومدي للجهاز، متفرغ تماما، مهيئ المناخ الكويس بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. اللاعبين بتحبه، اللعيبه بتحبه، ودي حاجه من عند ربنا. فاللعيب لما بيحب الاداري بتاعه او رئيس النادي بتاعه اللي عاوز يعمل له كل حاجه، دي بتبقى من عند ربنا. فانا بقول للكابتن محمود الخطيب، لازم اقول كابتن طبعا، لان فعلا قدر يتفرغ تماما لصالح النادي الاهلي والفرقه، بيحقق على المستوى المحلي والمستوى الافريقي. فعشان كده انا بقول لنجمنا ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ربنا يديك العمر والصحه والعافيه، ويخليك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وللجهاز الفني واللاعبين، عشان تدي اكتر واكتر واكتر واكتر، واحنا كلنا وراك، لان الراجل اللي بيتعب ويجتهد ربنا بيديله، وفعلا ربنا حقق له اماني واماني عزيزه جدا. مش بقول لكم النادي الاهلي هو مصدر السعاده؟ هتقول لي بقى انا بتكلم النهارده حدث ولا حرج، لان امبارح احنا عشنا فرحه ما بعدها فرحه، اتحققت فيها انجازات ما بعدها انجازات. فربنا يوفق مجلس الاداره ككل اللي بيديره الكابتن محمود الخطيب، فربنا يوفقهم ان شاء الله.